كنت غادية مزيان أنايا، جوش وطلقت، عندي وليد أخر قبل من هاد الدري 11 عام، طلع في 12 عام. تلاقيت مع هاد السيد طمعني بالجواج، قال لي غنتزوج بك. بقيت غادا معاه جا لدارنا، جا عند خويا قال لي أختك باغي نتزوج بها، قال لي أختي راه كبر منك وعارفة مجوجة مطلقة، قال لي أنا باغيها. صافي بقيت غادا معاه غادا معاه غادا معاه، اليوم غدا اليوم غدا تنعيط لي كيقول لي أنا غنصيب الوراق، أنا غدا نصيب الوراق. صيبت ورقي أنا، هو مباشر يصيب وراقي. تعرف الحقيقة أنه كيضحك عليا. صافي من كبرت كرشي بحال هكا جاني اكتئاب الحاد. وليت كنخرج مع الست الصباح كنبقى ندور في الزناقي، كنبقى خارجة دايرة، الناس كيرجعوني كيقول لي سيري، كنقول لهم لا أنا باغا نموت. شربت فندق ديال الطوبات باش ننتحر ما ماتش، بغيت نموت. صافي وليت باغا نموت. مشيت عندو كتا ود الناس انت تجوج بيا، اعترف ليا تشي بكرشي، قال لي لا انا مباش نجوج بك، ما عندي ما ندير بك. خرج التريبي ليبسي، درنا لي سكانير، درت لي الشبكه، دابا طالبي لي ليريم، وكنشربو دي باكين، وانا كنشرب دواء ما شربتش دواء ما نعش. امي اللي كترف عليا، امي اللي كدير لي كلشي. صافي امي اللي كتشري لي الدواء انا وولدي، كتشري لولدي دي باكين وكتشري لي انا الدواء، وعايشه مع امي. ودابا مولا الدار قالت لنا خويا وليا راه باغا بيتي. وجمعنا حوايجنا، هضرت معها ماما قالت لها عطيني شي حاجه، قالت لها ما عندها ما نعطيك. وانا كنطلب اي واحد في خدمه كنقول لي الله يجعلني نغسلها لما عندي راه الميناج، كيقول لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم ما غتقدريش على الخدمه، انت مريضه. كتقول لي ماما نجلس انايا، قلتي قابلي ولدك وانا نخدم في بلاصتك. دابا ماما تهرسات. صافي ولات حياتي محط ماما، ما بقيت لا نخرج ولا شادني اكتئاب، لما نشربش الدواء ديال النعاس ما نعش، كنبقى حل عينيا الليل كامل. وودي كذلك مثال عايشين مع امي، كتقول لي امي شوفي اللي خفافت عليك تقالت عليا، واللي تقالت عليك خفافت عليا. ودابا مولا الدار كتسنى 30000 ريال تاع الكره، قالت لنا ما قدرش نصبر عليكم عليها، وكتسنى الموضه شهرين، شهرين ديال الماء شهرين ديال الضو. قالت لنا ما تبغي تخويو ما تخويو تخلصوهم ليا. وانا كنطلب من المحسنين اللي كان كيشوفوا فيا عاونوني انا ووليدي وامي، الله يرحمني ومن والدين، هادشي اللي كنتمنى من عندهم. ضاعت بزاف، وليت كنتمنى الموت، ما بقاتش كتبان لي حتى حاجه. الزنقه كتقول لي ماما خرجي، كنصلي وكنتوضا كنقول لها ما باغي نخرج ما والو، خليني بيني وبين الله. وليت حاضر السداري وماطو عاطيني، كتقول لي نوضي نوضي خرجي تحركي، كنقول لها ما قديتش اللي عندي عندي في رجلي، ما بقاش كنقدر نخرج الزنقه، ما عنديش الوجه باش نخرج الزنقه. كدير الميناج وكتغسل المواعن، وكان شي عرس كتبيع مسكينه كتجي حتى الخمسة الصباح، وكتضرب على تماره بزاف مسكينه الله يجعل. هي اللي هزه لي الكوش ديال ولدي، باقي الحنان كدير لي كوش، وكتهز لي دوايا ديال ولدي ودوايا انايا، انا كتشريه ليا هي، ما كانش لي يشري ليا. كنتمنى الله يحن عليا، ولا كان كيشوفوني محتينين يعاونوني الله يسهل عليهم، يعاونوني انا وامي، هادشي اللي كنتمنى من عند الله يعاونوني. ندمت على حياتي كامله، كون بقيت بصحيحتي كوني خدامه على امي، ماشي امي اللي تخدم عليا، انا نخدم عليها. باقا كنشرب الدواء ما شربتوش ما نعش، كنت عصب كنولي نترعد، فمي دابا راه ناشف عليا. كنطلبهم يعاونوني الله يرحمني من الوالدين، انا وامي ما عندنا حتى واحد، امي مطلقه بينا دابا 20 عام، ومسكينه ما عندها حتى واحد عندها، انا والله اخويا اخويا الله خارج من الحبس، توا جالس ما خدام ما ردام، كاينه انا وامي دابا، وانهم يعاونونا الله يسهل عليهم، يعاونوا لي وليدي الله يرحم الوالدين، راه ولدي مريض ليا كيشرب الدواء ولا ما شربش الدواء كيطيح ليا، ويعاونوا امي الله يرحم الوالدين.